يلا نجرب نطبخ بيضة نعام. في الفيديو اللي فات احنا قلنا ان احنا هنطبخ بيض نعام، والنهاردة انا جايب بيضتين، بيضة صغيرة عشان نسلقها وبيضة كبيرة علشان نقليها. النهاردة مفيش حد اسأله الفيديو ده هيجيب كام الف لايك، فبتمنى يجيب 50,000 لايك ان شاء الله. سمك بيضة النعام بيوصل لتلاتة ملي، وعشان السمك تخين فبياخد وقت كبير جدا عشان البيضة تتسلق، بيوصل لساعتين. فيلا بينا نبدأ نسلق البيضة الاول قبل ما نقلي البيضة التانية. تعالوا نملأ الحلة اللي هنسلق فيها البيضة مية. يلا بقى نروح نحطها على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبها ساعتين على النار ونرجع نشوف ايه اللي هيحصل بقى. يلا بينا نجهز البيضة التانية علشان نقليها. اول حاجة احنا بنفتح فتحة صغيرة هنا عشان نحتفظ بالقشرة الخارجية للبيضة، وبنستخدم شاكوش ومفك. تعالوا كده هنقوم جايين خبطين خبطة كده، انا شفت على النت بيعملوا كده، فيا رب يطلع صح والبيضة متكسرش مني. هي عبارة عن غشاء وجواه غشائين تانيين صغيرين، بس القشرة الخارجية هي اللي بتبقى سميكة جدا. يعني شايفين كده المحتويات اللي نازلة منها؟ احنا كده فضينا المحتويات بتاعت البيضة من كل الحاجات اللي كانت فيها. الصفار ده مش عارف هو مش اصفر قوي، والبياض بتاعها لوحده، ودي بقى الفرغة بتاعت البيضة اللي هنحتفظ بيها، تخينة جدا. يلا نحط الزبدة هنا في الصينية اللي هنقلي فيها البيض. احنا هنحط هنا مثلا الجزء ده. طبعا انا ما بحبش اضرب البيض، هسيب البياض لوحده وشبه الصفار اللي قدامي ده مش عارف هو مش اصفر ليه زي البيض العادي. تقريبا دي 30 بيضة من البيض العادي بتاع الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. طش. احنا كده عندنا البيضة اللي بتتسلق والبيضة اللي هتتقلي. المفروض هحط هنا مثلا شوية فلفل اسود ونسيبها شوية تستوي. دلوقتي احنا بقالنا ساعة ونص بنسلق البيضة، زي ما انتم شايفين هي لسه في المية اهي، وباقي نص ساعة ونطلعها عشان نشوف هتستوي ولا لا. هو تخين جدا، تخين بطريقة انا مش عارف اقلبه ازاي. بصوا يا جماعة، ايوه شايفين؟ هل هقدر؟ هل هنجح؟ البياض تقريبا عامل زي الغضاريف. انا بتهيألي هي دلوقتي بقت مستوية على الاخر، من فوق ومن تحت ومن النص، مية مية يعني. نحط ده في جنب بقى كده ونيجي ندوقها. بنصح اي حد هيشتري بيض نعام ان هو يشتريه طازة، حتى لو سعره هيكون غالي شوية بس هيكون طعمه حلو جدا، غير لو دخل لمعامل التفريخ. ودلوقتي جينا للمرحلة اللي هندوق فيها البيض اللي احنا قليناه. انتوا شايفين طبعا سمك الطبقة هنا للبيض، متخيلين حجمها عامل ازاي؟ كأن احنا عاملين كيكة ولا بسبوسة يعني. نقطع بقى جزء منها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحته تقريبا عاملة زي البيض المسلوق. ندوق كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي تقريبا بالظبط عاملة زي البيض المسلوق، يعني المفروض تحط عليه مثلا اي اضافات تانية عشان تغير من طعمه، بس هي تجربة لطيفة، جربوها وحطوا عليها اضافات تانية غير اللي انا عملتها. ودلوقتي عدى ساعتين على البيضة اللي احنا حطيناها تتسلق، وحانت اللحظة اللي هنطلع فيها البيضة. شايفين؟ هنقشرها بقى ونشوف طعمها هيبقى عامل ازاي. انا متحمس الصراحة اشوف البيضة دي هيبقى شكلها عامل ازاي بعد ما تتسلق، لان كل الفيديوهات اللي انا شفتها على النت كانت بيض مقلي بالشاكوش. يلا. بس هي شكل غريب يعني بالنسبه لي، انا اول مره في حياتي اجرب اسلق بيضه نعام. دي الطبقه الثانيه من القشره، شايفين عامله ازاي؟ ودي البيضه بقى جيلي. يلا نفتحها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكل البيض بتاع النعام، البيض المسلوق، البياض والصفار. بصوا هي ريحتها مش عاجباني صراحه وهي مسلوقه، فما بنصحش حد ان هو يسلقها، انما لو انت هتقليها بتالي هتكون افضل بكتير جدا. ودي كانت حلقه جديده مع الخيميائي عن بيض النعام، واشوفكم في حلقه جديده. سلام.